أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم مرة تانية. وقبل ما أبدأ حواري مع بهية هانم، لازم أشكر مؤسسة كل الناس وبرنامج طريق الخير. لازم أشكر كل الناس اللي ساعدت حالة بهية لحد ما شفناها بالصورة اللي قدامكم دي. بشكر ميسيو عاطف شكر كبير قوي. بشكر المستشار أحمد عبد الجواد. بشكر كل الناس المحترمة اللي ساعدت معانا علشان تخلي بهية بالشكل ده. وبفضل الله، بالتعاون مع مؤسسة كل الناس وبرنامج طريق الخير، قدرنا نسدد جزء كبير قوي من ديون بهية 10,000 جنيه. ازيك يا بهية هان؟ ازيك يا زعلي؟ عاملة ايه؟ الحمد لله رب العالمين. انت عامل ايه؟ كله تمام. طال الف خيرك يا زعلي. قوليلي بقى، حاسة بايه دلوقتي؟ حاسة بكل حاجة حلوة. حاسة ان انا مبسوطة، وحاسة ان انا رجعت تاني لهو بتاع زمان. بهية بتاع زمان. بهية بتاعت زمان؟ اه. بكر فين بقى؟ مات. بتقوليلي مات خلاص؟ مات. طيب قوليلي بقى، بعد ما صورنا معاكي ونزلنا الحلقة الأسبوع اللي فات، ايه اللي تم معاكي بالظبط؟ اللي تم معايا ان انا طبعا انتوا بعد ما صورتوني جيتوا سديتوا لي ديوني، سديتوا عليا 10,000 جنيه. وانا طبعا كان عليا فلوس كتير، بس اتكسفت ان انا اقول لكم، كنت محروقه بصراحه. تمام. وعندي شاب كبير عنده 22 سنه ابن جوزي. تمام. عنده عمليه في دراعه. وعندي بنت خرص عايزه سماعه، وابوها عايز سماعه، ولسه بقى عليها فلوس تاني. وعندي بنت صغيره عندها عمليه في عينيها. ما حكيتيش كل الكلام ده. فما رضيتش اتكلم، كنت ما رضيتش، عايزه اتقل عليكم. تمام. فانا بصراحه عايز اشكر كل اللي عمل معايا حاجه، وعايز اشكر طريق الخير، واشكر مؤسسه كل الناس اللي عملوا معايا كل حاجه حلوه. ربنا يخليك يا بهية. واشكر احمد بيه المستشار، احمد عبد الجواد. تمام. والاستاذ علي كتر الف خيرك. علي ما عملش حاجه، علي مجرد وسيله ما بس. ليا 5 سنين متمرمطه في الدنيا وشربة المرار، ما حدش عمل معايا حاجه حلوه الا طريق الخير. ربنا يخليك بصراحه. وبعد انتوا ما صورتوا، ناس تاني جت صورت، بس كان بقى بيصوروني ان هم عايزين يشردوني بالكذب. طيب. انما انتوا عملتوا معايا حاجات حلوه كتير. هم لما جم سجلوا معاكي قالوا لك ايه بعد ما احنا جينا لك؟ جاي بيقولوا لي احنا تبع الاستاذ علي طريق الخير. مصر كلها كلمتك بقى، الصحفيين والقنوات، الدنيا كلها كلمتني عايزين نيجي نسجل معاكي. بس انا طبعا خلاص، طالما سجلت مره ما ينفعش انا اسجل تاني. ان شاء الله احنا اهم حاجه انك تتساعدي والله، ده المهم عندنا. بإذن الله. ان شاء الله كل اللي انا عايزاه منك وتقفوا مع الشاب الكبير ده، عايل دراعه وجعه باذن الله، واللي تقدروا تعملوا معانا عشان خاطر ربنا نعمله باذن الله. كل اللي هنقدر نعمله، والمسؤولين المحترمين تجاوبوا معانا. معانا دلوقتي على الهواء مهندس محمد سيد، وكيل وزاره التضامن. السلام عليكم. مبروك يا استاذ محمد، ازي حالك؟ ازيك يا باشمهندس محمد؟ احنا بنشكرك الاول على استجابتك لبرنامج طريق الخير، انت والسيد المحافظ مهندس شريف حبيب. اول ما بعت له الحاله الاسبوع اللي فات على الواتس، استجاب جدا وبلغ كل القيادات، وحضرتك كلمتني من شويه ومهتم جدا بالحاله. فانت شايفها ازاي دلوقتي؟ الحقيقه ان فعلا في اهتمام غير عادي بالحاله. اولا تجاوبت مع الوزير المحافظ النهارده واكثر من 3 ايام برضو نتابع هذه الحاله على الطبيعه، وننزل نعمل بحث كامل عنها. تمام. توجيهات معالي الدكتوره الوزيره غاده والي برضو مهتمه بهذه الحاله. تمام. نزلنا فعلا بلجنه مكونه من رئيس الوحده الاجتماعيه ببياض العرب، وهي قاعده في قريه اسمها قريه الشيخ علي تتبع بياض العرب، تبع اداره المركز، مركز بني سويف، ومكان معايا مدير اداره المركز، وكان معايا مدير قوات الضمان، وعملنا بحث كامل عن الحاله. والنهارده برضه بحثناها كامل النهارده صباحا، ويعني هي الاستاذه بهيه علي سمان، وعندي جوزها الحاج حمدي سالم احمد علي. شغال عامل بمدرسه بني سويف الجديده الابتدائيه بنات. تمام. والاولاد بتاعتهم جانا 4 سنوات، ومحمود 6 سنوات، ومحمد 9 سنوات. تمام. المنزل بسيط. وشفت المنزل، وبرضه كلمت بعض الجمعيات الاهليه والمؤسسات المجتمع المدني ان احنا نساهم في فرش هذا المنزل ان شاء الله. الدورين برضو، الدور الاول عباره عن سقف مسقوف بخرسانه وعباره عن 3 حجرات، والدور الثاني ده عباره عن حجرتين، حجره مسقوفه بالخشب والحجره الثانيه مش مسقوفه. ان شاء الله برضو نسقف لها، نشيل الخشب ده ونعمل لها ان شاء الله صبه خرسانيه برضو. ممتاز. للدورين ان شاء الله، الدور الاول يعتبر مسقوف، الدور الثاني هنحاول برضو نجهز لها مطبخ كويس، هنحاول نجهز لها فرش كويس. وندوله تم الاتفاق مع بعض مؤسسات المجتمع المدني الموجوده في محافظه بني سويف. تمام. احنا بنشتغل على توجيهات مع الوزير والمحافظ، الحقيقه مهتم جدا بهذا الموضوع مع الوزير المحافظ المهندس شريف حبيب.
معالي الدكتورة الوزيرة وزير التضامن الاجتماعي مهتمية بهذا الموضوع اهتمام غير عادي. دي حقيقة. الدور الثاني إن شاء الله نحاول نسقف نشيل الخشب ده خلص ونعمل الحجرة من الأساس كامل. أنا عرفت إن هي في الحاج حمدي كان كلمني وقال لي إن أنا باخد قرض بمعنى أصح إن كنت مديون عشان أجوز بنتي. فأنا قلت رئيس الوحدة إنزلي وشوف القرض بياخده منين لحد ما تيجي الأستاذ بهية من القاهرة. لان كان هو طبعا اقرص طبعا فهو ما بيتكلمش. طبعا. فقلت له لما تيجي نعرف ناخد بيانات كامله عن القرض، القرض هو يسدده ازاي وقيمه القرض كام ونشوف القسط بتاع القرض كام، وبناء عليه ان شاء الله هنحل لها المشكله خالص موضوع القرض. هنحاول برضه نقدم لها مساعده من مؤسسه المجتمع المدني وليكن التكافل الاجتماعي. تمام. تم التواصل صباحا والله النهارده مع الاستاذ كمال الشريف رئيس الاداره المركزيه للتنميه البشريه. تمام. ومدير ورئيس مجلس الأمناء للمؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي بالوزارة. ممتاز. على أساس إن إحنا نطلعها مبلغ شهريا لمدة 6 شهور، برضو لمدة 6 شهور أكثر من 500 جنيه شهريا. ربنا يبارك لك يا باشمهندس محمد. مهتمين بهذه الحالة. برضو أنا من التتبع والبحث على الطبيعة تبين لي إن معاهم مع ابنهم برضو. تمام. اسمه علاء أحمد، علاء أحمد سالم، علاء حمدي سالم. هو عنده 21 سنة وهو تمام. كان عامل حادثة في رمضان، بس ابنه مش يعني هو كان جوز، كان الاستاذ الحاج حمدي كان متجوز غير الاستاذ بهية، كان متجوز، كان زوجه ثانيه. طيب مهندس محمد سيد، انت ايه رايك في الحاجه بهية وهي كده؟ بهية هاني بقدم له مساعده وشفت له شغل برضه في القطاع الخاص، ان شاء الله هنشغله في القطاع الخاص معانا ان شاء الله. مهندس محمد سيد، انت ايه رايك فيها بعد التغيير الكلي اللي انت شايفه ده؟ يا باشا انا رحت المكان حضرتك وحاجه، انتوا اهل خير، وهو فعلا برنامج خير يا استاذ علي. ربنا يخليك يا باشمهندس. المجتمع مش هيمشي للدوله، يعني صحيح. الدوله مع القطاع الخاص مع المجتمع المدني، الثلاثه دول مثلث التنميه في مصر ان شاء الله. ان شاء الله هتبقى مصر محفوظه ان شاء الله. تمام. الثلاثه بهذا المثلث، الحكومه والقطاع الخاص والمجتمع المدني. الحقيقه نحن بنشكركم، اشكرك شكرا جزيلا. بنشكر وسائل الاعلام الحقيقه ان انت متعاون يا استاذ علي، واحنا متعاونين معاك اكتر من اللي انت عارف، ان احنا في اي حاجه بتبعتها لي على الواتس بننزل ونتحط. دي حقيقه يا باشمهندس والله. بشكرك يا فندم. ست بهية، عايزك توجهي كلمه للسيد مهندس محمد سيد وكيل وزاره التضامن بعد ما يحقق لك كل الحاجات دي بالتعاون، الوزاره نفسها مهتمه بالموضوع. عايز اشكره واقول له كتر الف خيرك وربنا يسترها عليك ويجعل في ميزان حسناته. السيد المحافظ استجاب اول ما بعت له رساله على الواتس بعد الحلقه مباشره، كل القيادات يعني استجابت، لان انت حالتك تستحق بجد. فانت مبسوطه؟ الحمد لله رب العالمين. طيب انت قلت لي انك بعتي كليتك صح؟ حصل. بعتيها بكام؟ بعتها ب 25000 جنيه. واقرب الناس ليا اللي ودتني بعتها. قبل ما اعرف مين اقرب الناس معانا، استاذ دكتور عبد الناصر حميده وكيل وزاره الصحه. السلام عليكم. دكتور عبد الناصر حميده وكيل وزاره الصحه ببني سويف. السلام عليكم. وعليكم السلام استاذ علي، ازي حضرتك؟ وانا يعني بحيي كل الساده المشاهدين. ربنا يخليك يا دكتور عبد الناصر. معانا حاله الست بهية باعت كليتها ب 25000 جنيه بسبب الديون، ازاي تقدر حضرتك تساعدها من الناحيه الصحيه؟ انا تابعت الحلقه طبعا. انا بنشكر برنامج طريق الخير وبنشكر يعني الأستاذ محمد سيد وكيل وزارة التضامن على التعاون. تمام. وطبعا معالي الوزير المحافظ يعني هو مدي كل تعليمات لكل الجهاز التنفيذي بالمحافظة يعني حل أي تلبية احتياجات الست بهية. بالنسبة لل يعني المطلوب من الست بهية إن هي تشرفني، احنا هنوديها مستشفى بني سويف العام نعمل لها فحوصات عشان نتابع وظائف الكلى ونعمل لها متابعه دوريه وحسب الفريق الطبي يشخص ايه الاحتياجات المطلوبه والفحوصات المطلوبه هتتعمل لها مجانا على نفقه الدوله. ممتاز. ولو جوزها كمان يعني هنشوف الحاله بتاعته بالنسبه لموضوع السمع، نعمل له اجراءات وفحوصات وكل الابحاث المطلوبه. كويس جدا. وان شاء الله انا شخصيا هنتابع حاله الست بهية وجوزها ويتعمل لها اللازم في مستشفى بني سويف العام. بشكرك جدا دكتور عبد الناصر حميده لاستجابتك.
كلمه توجهيها للدكتور عبد الناصر بعد ما استجاب من الناحيه الصحيه، وكمان موضوع السماعه بتاع زوجك ان شاء الله يحلها ان شاء الله باذن الله. وبنت جوزي برضه عايزه سماعه. مبسوطه انت يا بهي؟ صح، مبسوطه الحمد لله. الحمد طيب لله. مين معانا تاني يا جماعه التليفونات؟ استاذ محمد صفوت، مدير عام خدمه المواطنين بمحافظه بني سويف. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك علي بيه. ربنا يخليك. احنا بنشكر المحافظه وبنشكر معالي الوزير على استجابته لبرنامج طريق الخير ولحاله الست بهيه. والله ده واجب علينا، وتنفيذا لتوجيهات معالي الوزير المحافظ النهارده الصبح يعني انتقلنا على الفور لمرافقه السيد وكيل وزاره التضامن الاجتماعي تمام والعلاقات العامه بالديوان، وانتقلنا لمنزل عم الحاج حمدي سالم تمام، ورحنا شفنا فعلا البيت على الطبيعه، وقابلنا حتى بنته اللي هي متزوجه من امراه اخرى تمام، وحكت لنا القصه بتاعته، وعرفنا كل الوضع على الطبيعه ان شاء الله، وباذن الله هيتعمل لهم كشك مع اتفاق مع احدى الجمعيات الاهليه. ممتاز. وهيستلموا الاسبوع الجاي ان شاء الله. شكرا جدا لذوقك. دي استجابه سريعه. اسبوع بس. اسبوع بس ان شاء الله هيكون موجود عنده كشك باذن الله. ميرسي جدا لذوقك يا ريس. بالبضاعه. شكرا يا محمد بيه. بنشكر محمد بيه صفوت، مدير عام خدمه المواطنين، مكتب المواطنين في المحافظه. الدنيا كلها استجابت ليكي. انا عايز اعرف بقى شعورك دلوقتي حالا. مبسوطه لكل حاجه انت بتعملوها معايا، ومبسوطه ان انا رجعت لونستي. حاسه ان ربنا عوضك عن كل التعب اللي انت تعبتيه في حياتك؟ الحمد لله. قولي لي بقى، مين اللي خلاكي بعتي كليتك؟ اختي بنت ام وابويا. مين؟ اختي. اختك هي الوصي؟ اختي. طب هتستفيد ايه؟ استفادت ان ورايا 10000 جنيه. خدت 10000 جنيه سمسرة؟ وعطتني 25000. رجعت من عندها من البلد معايا 4000 جنيه بعد ما سددت ديوني. لا حول ولا قوة الا بالله. ال 4000 جنيه جبت لبس، وجبت اذا كان علاج اذا كانت فرخة كالتة، وخلاص على كده. طب وايه هي عرفت الموضوع ده بتاع الكلى انها تبيع؟ ما هي شغالة في المستشفى. وبايعة كليتها. المستشفى بس. وبايعة كليتها وجوزها بايع كليته. هي بايعة كليتها وزوجها بايع كليته؟ وناس كتير عندنا في الشارع زعقوا لها وشخطوا فيها وقالوا لها حرام عليكي سيبيها تعيش لعيالها، وكل الناس كانت حاطه في دماغها ان هي جايه تسد لي ديوني. لا حول ولا قوه الا بالله. ندمتي على الموضوع ده يا بهي؟ ندمت طبعا. ندمت ان انا الاول كنت بطلع اشتغل، دلوقتي لو شلت طوبه لو شلت حله من على الارض بتعب. بتتعبي صح؟ دكتور عبد الناصر حميده استجاب، لازم تنزلي المستشفى ان شاء الله، هنتابعك ونعمل معاكي متابعه فوريه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طيب. طريق الف خيركم. قولي لي بقى نفسك في ايه تاني عايزه تحققيه؟ يعني الحمد لله برنامج طريق الخير ومؤسسة كل الناس سددت لك الديون، المحافظة هتعمل لك مشروع عشان تشتغلي وتنتجي تمام؟ معالي الدكتور عبد الناصر حميدة هيساعدك من الناحية الصحية، وكيل وزارة التضامن والدكتورة غادة والي الوزيرة نفسها مهتمية وهتساعدك ماليا وبمساعدة شهرية، إيه اللي أنت محتاجاه تاني؟ اللي أنا محتاجاه إن أنا أسد بقية الفلوس اللي عليا. ما هو كله هيتسد خلاص يعني. بس وكتر ألف خير. ربنا يحقق لك كل أحلامك. مش عايزة حاجة تاني، عايزة تلفزيون أحطه في البيت أتفرج عليه. عايزة إيه؟ تلفزيون. أنا قلت لك ده اعتبريه تم خلاص، ده من برنامج طريق الخير. خلاص. هتتفرجي على إيه بقى؟ على طريق الخير بس. طيب هناخد فاصل بسيط جدا ونرجع لكم، استنونا معانا الست بهية بكار سابقا، استنونا مكملين مع بعض في برنامج طريق الخير. هذا البرنامج برعاية سنعود. بشرى سارة لأهالي الصعيد بمحافظات بني سويف والمنيا والفيوم. المركز المصري لتأخر الإنجاب. يضم المركز مجموعة متميزة من صفة الأطباء المتخصصين في مجال الحقن المجهري وأطفال الأنابيب والنساء والتوليد، على رأسهم الأستاذة الدكتورة منى أبو الغار، والدكتور يحيى أمين، والدكتور أحمد أبو السرور، ومدير المركز بمحافظة بني سويف الدكتور جاب الله، استشاري مناظير النساء والتوليد والحقن المجهري وأطفال الأنابيب. من حق كل ست إنها تكون أم، ومن حق كل راجل إنه يسمع كلمة بابا. علشان كده قربنا عليكم المسافات وفتحنا المركز المصري لتأخر الإنجاب بمحافظة بني سويف. بنحضر فيه المريض وبيعمل جميع الفحوصات والكشف المبدئي، والخطوات النهائية للحقن
بتتم في المركز المصري لأطفال الأنابيب بالمعادي تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد أبو الغار والأستاذ الدكتور جمال أبو السرور، خبرة 31 سنة في مجال الحقن المجهري وأطفال الأنابيب. يعمل المركز من الساعة 9 صباحا وحتى 4 عصرا، والفترة المسائية من 7 مساء وحتى منتصف الليل. للحجز والاستعلام الخط الساخن 16 487 أو 011-441-37-33. عدنا. هذا البرنامج برعاية أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم بعد الفاصل البسيط ومكملين مع بعض ومعانا بهية هانم. مش هقولك بعد كده غير بهية هانم، تمام؟ بس لازم تفضلي كده لأن أولادك مبسوطين بيكي قوي. حاضر. تمام؟ خلاص. هتعملي إيه بقى في حياتك اللي جاية؟ في حد بيضايقك في المكان؟ حد بيغلس عليكي؟ في حاجة مضايقاك عايزة تشتكي منها؟ مفيش أي حاجة إن شاء الله. يعني كله تمام؟ كل حاجة تمام. والدنيا هتبقى زي الفل إن شاء الله؟ إن شاء الله بإذنك يا رب. طيب، معانا مداخلة تليفونية. ميسي عاطف. ميسي عاطف، السلام عليكم. ازيك يا علي، اخبار حضرتك؟ ازيك، عامل ايه؟ يا رب يخليك، كله تمام. الاول انا بشكرك على الاداء الجميل اللي انت عملته ده، وطبعا بشكر استاذ ابراهيم عبد المجيد، يعني ما شاء الله عليكم. يعني يا رب يخليك، احنا بنشكر زياركم لينا امبارح. طيب قول لي بقى ميسي عاطف، يعني بهي لو جات لك بعد كده ان شاء الله هتساعدها برضو وتعمل لها الكلام ده؟ طبعا مدام بهي انا منتظرها بدوره شهريه، انا متبني الحاله كتجميل وكده وجلسات تنظيف بشره ولو اي امور للشعر وكده، وان شاء الله هيطول بسرعه الحاله انا متبنيها يعني، وتنورني في اي وقت. ربنا يخليك ميسي عاطف، بشكرك لانك حد ذوق جدا. يا رب يفرح قلبك، كتر خير فكرك، ومنتظره بصفه مستمره باذن الله تتابع معاك على طول ان شاء الله. معانا الحاج مصطفى من الجيزه، السلام عليكم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حاج مصطفى ازيك؟ اولا تحيه اعزاز وتقدير للبرنامج الجميل الطيب اللي بيحس دايما، هي دي عاده ابناء مصر الجميله، والتواصل والاخلاق لمساعده الحالات التي تحتاج. ربنا يخليك، شهامه اولاد البلد. وتحيه تقدير واعزاز للدكتور سعيد حساسين، تمام، في قناته اللي خرج منها هذا البرنامج الى النور. والحقيقه مش يمكن مش عارف مش عايز اقول اكتر من انكم ناس افاضل والناس بتحطوا على فعل الخير، فتمنياتي لهذا البرنامج الطيب بالتقدم والازدهار ولقناه العاصمه والعاملين عليها كل توفيق. ربنا يخليك يا حاج مصطفى، وانا بشكرك لانك كنت من الناس اللي ساهمت معانا في حاله الست بهيه. لا، انا على استعداد ان شاء الله لاي حاجه، اي عمل خيري تكون عندك لا تتوانس انك تتصل علي، وان شاء الله اكون من الناس اوائل الناس ان شاء الله اللي يساعدوا اي حاله. تسلم لي، انا يشرفني متابعتك لينا، كفايه يا حاج مصطفى والله. الله يبارك، وتحياتي للاخت اللي عندك ديت، ولها الحياه مليئه بالامل. صحيح. لولا الامل ما زرع الزارع زرع، فكل الحياه كده خديها بامل، وربنا يبارك لكم يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم دايما يا رب. اللهم امين. الله ينور عليك. وهي عايزه تقول لك كلمه. طيب ماشي، ربنا يستر عليك يا حاج مصطفى، وكتر الف خيرك على اللي عملته معايا. يا ستي انا ما عملتش هذا، هذا من عند الله، ما حدش بيعمل حاجه. صح صح، من عنده. ربنا يجعله في ميزان حسناتك. احسنت القول يا حاج مصطفى، ربنا يبارك لكم يا رب. تحياتي ليك، بشكرك. زي ما شفنا مع بعض، قمه السعاده واجمل شيء في الدنيا انك تكون مجرد سبب في سعاده انسان. الوقت عدى بسرعة مع بهية هانم، الست المحترمة، الست اللي بجد تستحق انها تكون ام مثالية. وانا بناشد السيد المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف انه كرمها كمان معنويا. ام تبيع كليتها وتشتغل على توك توك وتشتغل ورا بنا عشان تصرف على اولادها وما تلجأش للحرام، ده شيء عظيم جدا جدا. الست دي كانت ممكن تنحرف، لكن هي اختارت الشقة والتعب والتضحية.
انت فعلا تستحق انك تكوني ام مثاليه. ربنا يستر عليك يا زعلي. ربنا يحفظك، واتمنى انك تكملي في ده بالامل. يجعلك على طول يا رب الغلابه. الله يخليك. ربنا يبارك فيك. الوقت معانا خلص على طول، تمر الدقائق والساعات كانها لحظات فينتهي الوقت، لكن لم تنتهي الايام بعد، لانه ما زال في حياتنا بقيه. فاضل دقيقتين، في الدقيقتين عايز اقول ان بعض الصحفيين تناولوا الموضوع ده شيء ما يزعلناش تماما، حتى لو في قنوات تناولته، مع ان لينا الصبك مفيش مشكله، المهم اننا نساعد الست. لكن ان حد ينزل الست بصوره سيئه هي وزوجها بدون ما يساعدها لمجرد الشو الاعلامي، فاكيد دي حاجه تزعل. واللي يزعل اكتر لما يقول لها انا جاي من طرف برنامج طريق الخير. قدامنا على الشاشه زي ما احنا شايفين المصري اليوم بتقول بعد نشر قصتها بالمصري اليوم، محافظ بني سويف يستجيب لبهيه، او بهيه في رعايتنا. على فكره الخبر ده من ساعتين، ولكن محافظ بني سويف المحترم استجاب لبرنامج طريق الخير من اسبوع. والزميل اللي منزل الخبر مكلمني قبل الهوا بساعتين بيشكرني على الصبك ده، وبيقول لي ربنا يوفقك انك وصلت للحالات دي، وانه هيبعت لنا حد يساعد الست بهيه. اتفاجئ بعدها انه منزل خبر وان محافظ بني سويف استجاب للمصري اليوم. طبعا هو موضوع يزعلني وفيه عدم مهنيه، ومع ذلك انا بسامح كل الناس، والمهم ان الست بهيه او بهيه هانم اتساعدت وفرحانه. معانا الصحفي الجميل احمد مراد من الجمهوريه، واول حد نزل الخبر من اسبوع بعد ما اتذاع في الحلقه على طول. استاذ احمد اهلا وسهلا استاذ علي، ازي حضرتك؟ منورني. ازيك يا بهيه هانم، منورة البرنامج، والأستاذ علي فايز. طبعا أنا عايز أتكلم بصفتي صحفي، عايز أقول إن مش شرط إن صحفيين يكتبوا الخبر، فده يعتبر سبق. لا، السبق طبعا للبرنامج طريق الخير، هو اللي تناول الموضوع وهو اللي نزل وبحث الموضوع كله من أوله لآخره. فمعنى إن صحفيين تكتب ده، دي مش مشكلة، ده إنجاز لبرنامج طريق الخير، وده مجهود تعب حضرتك طبعا والفريق العمل بتاع حضرتك، إنك تناولت الموضوع بكل حياديه ومشيت القصه من اولها لاخرها. استاذ احمد انا اللي بشكرك لانك دايما متعاون ومتطوع مع برنامج طريق الخير وشغال معانا بدون اي مقابل، فانا بشكرك لانك بتعمل حاجات فعلا بدون اي مقابل لبرنامج طريق الخير وبتتعب معانا، فانا بشكرك على مهنيتك وشغلك، وربنا يوفقك ان شاء الله. يا رب يخليك يا استاذ علي، ومتشكرين جدا لحضرتك. وانا طبعا من خلال برنامج حضرتك احنا بنوجه رساله طبعا للسيد رئيس الجمهوريه، ان هو ممكن يشوف الحاله بتاعت بهيه هانم دي، وهي شابه على فكره، يعني ده عندها 32 سنه، فممكن ان هي كمان يدعوها ان هي تحضر مؤتمر الشراء القادم ان شاء الله. ان شاء الله صوتنا يوصل، واكيد هو واصل، لان كل القيادات اهتمت ببهيه لانها ست فاضله وفعلا تستحق المساعده. اشكرك جدا الزميل العزيز احمد مراد. بهيه انا هسيبك تختمي الحلقه دي للكاميرا دي، انت اللي هتختمي الحلقه، عايزه تقولي ايه للمشاهدين؟ عايزه اقول لهم كتر الف خيركم، ربنا يسترها عليكم، وكل حاجه بتعملوها للغلابه في ميزان حسناتكم، اللي عملتوه معايا انا ده تشكروا كتر الف خيركم. وعايزه اقول له طريق الخير كتر الف خيرك على كل حاجه عملتها معايا يا استاذ علي، ومؤسسه كل الناس، ربنا يسترها عليهم يا رب ويجعلهم في ميزان حسناتهم. الشكر لكل الناس اللي ساعدت بما فيهم محافظ بني سويف. كتر الف خير الناس كلها اللي وقفت معايا، ربنا يسترها عليهم، واحمد بيه المستشار، احمد عبد الجواد. شكرا. ربنا يسترها عليك. شكرا. الف خير. سلام عليكم. شكرا. شكرا زعلي.